يقول: جئت من بلدي واعتمرت وسأعود غدا إن شاء الله، هل أقصر وأجمع الصلاة في مطار جدة قبل السفر؟ نعم، ما دام خرجت أنت مسافر، من خرجت من بلدك إلى أن ترجع إليه فتقصر الصلاة، تجمع إذا احتجت للجمع، إلا إذا صليت مع من يتم الصلاة فإنك تتم الصلاة تبعا للإمام.